عليهم غيرك. تمام. رمضان صبحي، بعض الناس قالت لك رمضان اصابه لا مش اصابه، طب لو لعب الماتش اللي جاي هيحصل ايه؟ هتبقى كانت اصابه ولا مش اصابه؟ وانا عارف انك عندك كواليس الكواليس. تمام. بس انا سالت السؤال. يعني على رمضان يعني؟ اه. انا لو رمضان عندي شك واحد في المليون ان هو مش مصاب. تمام. انا كنت جبت المعسكر. تمام. بس هو ما خلاص. اتاخدش في المنتخب الاول. اه. فخلاص هو كان لازم يجي، هو كابتن. لاحظ ان رمضان هو كابتن المنتخب الالومي. تمام. تمام؟ تمام. ولاحظ ان رمضان عنصر مهم في المنتخب الالومي. تمام. انا مش بلاحظ، انا بكلم شخص عارف ان عنده كواليس بالحقيقه. فانا عايز اقفل الموضوع. لا انا بتكلم الصراحه، ورمضان تمام. عنصر في المنتخب الالومي. لعب كاس عالم سنه في 2018 ولعب نهائي افريقيا 2017. تمام. وعنده من الخبرات وكان مؤثر في فوزنا بالبطوله. انت يا كابتن سيف، الدوله بتصرف على اللعيب الدولي مبالغ رهيبه على ما يوصل للمستوى اللي هو فيه ده. طبعا. فما ينفعش ان احنا يبقى عندنا لعيب الكيان ده ايا كان، لعيب الكيان ده ومره واحده من اللي معانا. احنا مصر عشنا فتره عماد متعب وعمرو زكي وزدان وميدو وكان معاهم الكابتن حسام حسن وكان معاهم عبد الحليم علي في 6 سنين. صح. هم جيل المنتخب الصغيرين. اذا 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 حضرتك دلوقتي ردك لو رمضان سليم كان هيبقى معايا، يعني اذا رمضان بلا شك اذا رمضان مصاب خلاص بلا شك هيبقى معايا. تمام. السؤال